يا الإخوة المؤمنون، هو واحد من أعظم قراء القرآن الكريم قاطبة. هو شيخ القراء، وكان شيخ المقارئ المصرية، وصاحب الصوت الندي المعلم فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. بسم الله الرحمن الرحيم. ولدت في قرية بمحافظة الغربية تسمى شبرا النملة، مركز طنطا، محافظة الغربية. ونشأت بهذه القرية، فحفظت القرآن وانتهيت من حفظه تقريبا في سن 10 سنوات. ثم ذهبت إلى المسجد الأحمدي طنطا لأتزود بالعلوم الدينية والشرعية، إلى أن أكرمني الله وتخصصت في تدوين القرآن وحفظ القراءات السبع ثم القراءات العشر، وسلكت هذا المنهج إلى سن 20 تقريبا. فبدأت العمل كقارئ في القرية، ثم في البلاد المجاورة، ثم في وزارة الأوقاف في سنة 1950 بالتحديد. عينت قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، ثم في سنة 55 نقلت من المسجد الأحمدي قارئا للمسجد الحسيني رضي الله عنه. وفي حينها عينت وكيلا لمشيخة المقارئ سنة 57، ثم في سنة 60 عينت شيخا للمقارئ المصرية خلفا للمرحوم الشيخ علي الضباع، وقد تلقيت القراءات السبع والعشر على المرحوم الشيخ إبراهيم سلام في طنطا في المسجد الأحمدي. ثم عدت وتلقيت القراءات السبع والعشر ثانيا على فضيلة المرحوم شيخ المقارئ السابق الشيخ علي محمد الضباع، وأيضا كان لي شرف أن أتتلمذ على فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي الذي كان في حينها شيخا لمعهد القراءات، والذي هو الآن كان رئيسا للجنة تصحيح المصاحف، ثم هو الآن في المدينة المنورة. قرأت عليه القراءات العشر الكبرى، وقد كان لي منه العون الكثير، خاصة في إنجاز مؤلفاتي العشر في علوم القرآن والقراءات، جزاه الله خير الجزاء. موضوع المصحف المرتل كان له سبب. في سنة 1960 ظهرت مصاحف توزع في البلاد التي ليس بها حفظة، كبلاد إفريقيا وكالبلاد غير البلاد العربية، وكانت بها مصاحف محرفة فيها تحريف واضح في القرآن. وكنت قبل ذلك بعام يعني عينت شيخا لعموم المقارئ المصرية، ورأت الحكومة في هذا الحين أن خير علاج لا يكون طبع مصاحف بغير أخطاء، يعني أو نرسل مصاحف من مصاحفنا المصححة والمراجعة، كان الأفضل
هو تسجيل قرآن سليم صحيح بطريقة يرتاح إليها الجميع وتكون كنموذج لحسن أداء القراءة. وقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن أسجل هذا التسجيل وهو المصحف المرتل برواية حفص، وكان ذلك في سنة 1961، وكان هذا هو أبلغ رد، وكان له أعمق الأثر، وكان له نصيب وافر في الانتشار في جميع مشارق الأرض ومغاربها، لكل البلاد التي بها جاليات إسلامية والبلاد التي بها يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى قد أكرمني بأن هذا التسجيل قد حصل عليه الكثير، بل كل مسلم سواء كان في البلاد أوروبية أو في بلاد أجنبية. يعني أنا الحمد لله زرت القارات الخمس، فكان يسبقني سماع المصحف المرتل، وكان في جميع القارات الخمس في الجاليات الإسلامية وفي بلاد المسلمين هناك كانوا يستقبلونني بأحسن ما يكون، ولا أستطيع وصف هذا، ببركة المصحف المرتل وبما سمعوه وبما استراحوا إليه، وأصبح الجميع يقلدونه في البلاد العربية وفي البلاد الأوروبية وفي كل مكان، وأصبح نموذج في جميع محطات العالم الإسلامية وفي غيرها، وأصبح المصاحف المحرفة أصبحت عديمة الجدوى ولا ينظر إليها، وكان هذا من توفيق الله في هذا الوقت. لذلك بعده طلبت بلاد المغرب من مصر أن يسجل لها القراءة التي حفظ القرآن عليها، لأن نحن هنا نقرأ على رواية حفص، وهناك روايتان، رواية سيدنا ورش يقرأ عليها بلاد المغرب، هناك روايتان أيضا، رواية سيدنا قالون ورش عن نافع، وسيدنا قالون أيضا عن نافع يقرأ بها البلاد تونس، الجزائر، موريتانيا، بعض هذه البلاد يحفظون القرآن أيضا، ليبيا، على رواية قالون عن نافع. أما رواية ورش فاختص بها تقريبا بلاد المغرب وبعض بلاد السودان، وهناك في السودان أيضا رواية حفظ القرآن عليها، رواية سيدنا الدوري عن أبي عمرو.